بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عرفنا كيفية حل البرنامج الخطي بيانيا ثم كيفية حل البرنامج الخطي جبريا، هنعرف في هذا الفيديو استخدام أحد برامج حل نماذج البرمجة الخطية. البرنامج اللي هنستخدمه هنا هو برنامج وين كيو اس بي، وهنطبقه على هذا المثال. الخطوة الأولى بعد تشغيل البرنامج الضغط على هذه الأيقونة. الخطوة الأولى هي إدخال عدد المتغيرات number of variables. في هذا المثال عدد المتغيرات أو عدد المجاهيل هي 2 x1 و x2، إذن عدد المتغيرات هيكون 2، هذا هو عدد المتغيرات. الجزء الثاني هيكون لعدد القيود. لو رجعنا للمثال مرة تانية نجد ان عدد القيود 1 2 3، اذن النموذج يحتوي على متغيرين وثلاث قيود، فالجزء ده هكتب فيه عدد القيود. الجزء اللي بعده هي الobjective function، هل هي تعظيم maximization أم تدنية minimization؟ طبعا في هذا المثال كانت مشكلتنا هي تدنية، فهنختار تدنية. الخطوة اللي بعدها هي إدخال المعاملات. زي ما هو واضح هدخل معامل x1 في دالة الهدف اللي هو 2، معامل x2 5، معامل x1 في القيد الأول 1، معامل x2 0، والقيد أقل من أو يساوي والطرف الأيمن 5. القيد اللي بعده معامل x1 0، معامل x2 2، والقيد كان على صورة معادلة، وأقدر أغير في هذا الجزء، أقدر أغير شكل القيد سواء أقل من أو يساوي، أو يساوي أو أكبر أو يساوي، والطرف الأيمن 12، وهكذا للقيد الثالث. الخطوة اللي بعدها أروح إلى قائمة Solve and Analyze وأختار منها Solve and Analyze، أو أختار منها Solve the Problem. بمجرد ما يتم الضغط على Solve the Problem بعد ثواني قليلة نحصل على هذه الرسالة: The problem has been solved، يعني المسألة تم حلها. Optimal solution is achieved، يعني تم الوصول إلى الحل الأمثل. الضغط على زر OK ينقلنا إلى شاشة الحل بهذا الشكل. الحل يقع في هذا العمود، قيمة بالترتيب x1 2، هذا هو الحل الأمثل. x2 تساوي 6 بالإضافة إلى قيمة دالة الهدف 34، ولو تتذكروا إن نفس الحل حصلنا عليه قبل كده باستخدام big M method. إذن الحل الأمثل x1 يساوي 2، x2 تساوي 6، و y تساوي 34، هذا هو الحل الأمثل.